في كتابكم المبارك الملخص الفقهي في باب وليمة العرس، نعم، ذكرتم أن إجابة الدعوة تجب بشروط منها أن تكون الدعوة خاصة. نعم، أما إذا دعا الجفلة وقف بالمسجد ولا وقف المجلس وقال تفضلوا، ما يجب عليهم كلهم يروحون، لأن هذه دعوة عامة يكفي أن يجيبه بعضهم. أما لا قال يا فلان لازم تجي نص عليه فإنه يجب عليه أن يأتي.